كما كان مرتقبا وعقب جلسة عمومية خاصة عقدها البرلمان الإفريقي أمس الاثنين 13 ماي 2019 بجوهانسبورغ بجنوب إفريقيا في إطار أشغال دورته العادية الثانية من ولاية التشريعية الخامسة حول موضوع سنة اللاجئين والعائدين والنازحين قصرا نحو حلول دائمة للنزوح القصري في إفريقيا. فقد تصدى مجددا البرلمانيون المغاربة الخمسة الأعضاء بالمؤسسة التشريعية للاتحاد الإفريقي للمغالطات والأكاذيب التي تروج الجزائر وصنيعتها البوليساريو حول النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. هكذا وبعد عروض تمهيدية قدمها كل من كوسماس تشاندا ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الاتحاد الإفريقي ومينتا ثماني سيوسما مفوضة الشؤون السياسية للاتحاد الإفريقي ومارتن شونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي بالإضافة لحميد بوشارف عضو المجلس الشعبي الوطني بالجزائر. تدخل البرلمانيون المغاربة في إطار المناقشة العامة للتعقيب على المغالطات والأكاذيب التضليلية الواردة في عرض حميد بوشارف عضو البرلمان الجزائري مؤكدين أن الجزائر وصنيعتها البوليساريو يتحملان المسؤولية القانونية وفقا للقانون الدولي في الأوضاع المأساوية والكارثية التي تعاني منها ساكنة مخيمات تندوف بالجنوب الجزائرية. ووفقا لمقتضيات اتفاقية جنيف حول اللاجئين لسنة 51 وكذا اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للاجئين لسنة 69 فقد دعا البرلمانيون المغاربة المفوضية الثامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تحمل مسؤوليتها في توفير الحماية القانونية لساكنة مخيمات تندوف وضمان تمتعهم بحقوقهم الإنسانية وكذا حريتهم الأساسية ولا سيما منها حرية التعبير والتنقل. وقد اعتبر البرلمانيون المغاربة أن ساكنة مخيمات تندوف محتجزين من قبل ميليشيات عسكرية تستعملهم كدريعة للاتجار بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها مختلف وكالات الأمم المتحدة وباقي المنظمات الغير الحكومية، وهي المساعدات الإنسانية التي يتم الاستحواذ عليها والمتاجرة بها في أسواق التهريب. وقد شكلت مناسبة هذه الجلسة العمومية التي شارك فيها أعضاء البرلمان الإفريقي بكثافة وتتبع العديد من المراقبين ووسائل الإعلام فرصة ذكر فيها المغاربة البرلمانيون بالقرار رقم 693 الصادر عن قمة الاتحاد الإفريقي في يوليوز 2018 الذي نص على حصرية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الإشراف على إيجاد تسوية دائمة واقعية ومتوافق عليها للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. كما كانت هذه المناسبة أيضا فرصة ذكر فيها البرلمانيون المغاربة بمضامين القرار الأخير رقم 2468 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والصادر في 30 أبريل الماضي والذي أكد مرة أخرى على وجوب إجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كما أكد مسؤولية الجزائر كطرف رئيسي إلى جانب موريتانيا والبوليساريو في الإسهام البناء لإيجاد تسوية دائمة وواقعية ومتوافق عليها لهذا النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. وقد تأكد بالملموس أنه ومنذ عودة المغرب إلى حضيرة أسرته بالاتحاد الإفريقي وأيضا منذ انتخاب البرلمانيين المغاربة أعضاء ببرلمان عموم إفريقيا، فقد باتت الأطروحة الانفصالية التي تروج لها الجزائر وصنيعتها البوليساريو تعيش انحباسا كبيرا في مختلف المحافل والمنتديات الإفريقية وخاصة منذ اندلاع حراك شعبي واسع في أرجاء الجزائر ووصول لهيبه منذ أسابيع لقاعدة الرابوني بمخيمات تندوف والتي تعرف بدورها غليانا واحتقانا واجهته الآلة القمعية لميليشيات البوليساريو بالتنكيل والاعتقالات في حق عشرات المحتجين من ساكنة هذه المخيمات أمام أعين مسؤولي مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وجدير بالذكر أن مناقشة البرلمان الإفريقي لموضوع اللاجئين والنازحين قصرا يأتي في سياق ما تعرفه القارة الإفريقية من تنام مضطرد للنزوح القصري بفعل النزاعات المسلسة
المسلحة والاضطرابات السياسية وتنامي الإرهاب وانتشار شبكات الاتجار بالبشر، وهو ما جعل إفريقيا تعرف لوحدها ظاهرة نزوح قسري بنسبة أكثر من 30% من مجموع موجات النزوح القسري عبر العالم، والتي يبلغ عدد المعنيين بها 23 مليون لاجئ وطالب لجوء. كما يندرج ذلك أيضا في سياق الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة الأولى للمنتدى العالمي للاجئين الذي سينعقد يومي 17 و18 دجنبر 2019 بجنيف بسويسرا. تصدر التعاون العسكري الثنائي بين موريتانيا والإمارات العربية وسبل تعزيزه مباحثات أجراها قائد أركان الجيوش الموريتانية الفريق محمد الشيخ محمد الأمين مع وفد عسكري إماراتي بقيادة اللواء راشد التنامسي مساعد قائد أركان القوات الجوية الإماراتية. وأنهى وفد عسكري إماراتي يضم العميد بط النيادي والعميد سعيد اليمحي والرائد مانع الطنيجي للتو زيارة لموريتانيا لم يكشف عن تفاصيل ما تقرر خلالها، واكتفى الموقع الإعلامي للجيش الموريتاني بنشر خبر مقتضب عن المقابلة التي جمعت قائد الأركان الموريتاني مع البعثة العسكرية الإماراتية. وشارك وفد عسكري موريتاني بقيادة الفريق محمد والشيخ محمد أحمد قائد الأركان الموريتانية السابق والمرشح الحالي للرئاسة في المعرض الدولي للدفاع إيدكس 2019، وقابل محمد بن زايد وسلمه رسالة من الرئيس الموريتاني. وتشهد العلاقات الموريتانية الإماراتية منذ سنوات تطورا واسعا في مجالات عدة، واصطفت موريتانيا إلى جانب الإمارات والسعودية في حرب اليمن، كما في أزمة الخليج حيث قطعت علاقاتها مع قطر في يونيو عام 2017، وسيرت بعد ذلك المواقف السعودية الإماراتية بمواقف وبيانات سريعة. هل سيضحي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمستشاره في الأمن القومي جون بولتون المعروف بقربه من البوليساريو؟ هذا هو السؤال الذي طرحته الصحيفة الأمريكية المشهورة واشنطن بوست. يبدو أن العلاقات ليست على ما يرام بين الرئيس ترامب وجون بولتون. هذه الحقيقة لم تعد خافية على الصحف الأكثر شهرة في الولايات المتحدة الأمريكية. هل جون بولتون على وشك خوض الحرب ضد إيران التي طالما أرادها، أم أنه على وشك أن يفقد منصبه؟ هكذا تساءلت الصحيفة الأمريكية واشنطن بوست بنبرة تهكمية قبل أن تشير إلى الحذر المتزايد للرئيس الأمريكي اتجاه جون بولتون الذي يعد من أنصار نظرية قلب الأنظمة بالقوة، والذي تتعارض نزعته الحربية مع روح المنصب الذي يشغله لدى الرئيس الأمريكي، أي منصب مستشار الأمن القومي. ما هي مؤخذات الرئيس ترامب على مستشار جون بولتون؟ ترامب يؤخذ على بولتون كون هذا الأخير ضلله بشأن نيكولا مادورو عندما أوهمه بأنه من السهل تعويض ديكتاتور بشاب معارض، بحسب ما نقلته واشنطن بوست عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية. وأشار المصدر ذاته إلى أن استياء الرئيس تركز بالأساس على مستشار الأمن القومي جون بولتون، وبأن ما يؤاخذه ترامب عليه هو موقفه الداعم للتدخل، وهو الموقف الذي لا يتوافق مع وجهة نظره التي تؤكد على أن الولايات المتحدة الأمريكية يتعين أن تبقى بمنأى عن المشاكل الأجنبية. وقال مسؤول آخر بالإدارة الأمريكية أن ترامب صرح مؤخرا بأن جون بولتون يريد أن يدخله في حرب، واصفا المخطط الذي اقترحه جون بولتون من أجل إسقاط نيكولا مادورو بأنه انقلاب غبي. وفضلا عن ذلك تم إبعاد جون بولتون أيضا من الملف الكوري الجنوبي من قبل الرئيس ترامب. وقبل أيام نشرت صحف مغربية أن الجزائر تقوم بدفع مبلغ شهري ابتداء من فاتح نوفمبر 2018 يبلغ 26 ألف يورو لصديق مقرب من جون بولتون من أجل معاكسة الوحدة الترابية للمملكة، فحوالي 26 ألف يورو تدفع من قبل الجزائر في حساب شركة لوبي أمريكية. ك
كيب كونسلتينج التي يديرها ديفيد كين المقرب من جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأمن القومي، بحسب ما كشفه رئيس المنتدى الصحراوي الكناري ميغيل أورتيز في تصريح قدمه يوم الثلاثاء 7 مايو. يشار إلى أن جون بولتون وديفيد كين نسجا دائما علاقات سواء في عالم السياسة أو عالم الأعمال، ويكفي الإشارة هنا فقط إلى أن بولتون شغل منصب لدى الجمعية الوطنية للبنادق، وهو لوبي قوي في أمريكا عندما كان يرأسه ديفيد كين نفسه. هل من قبيل الصدفة أنه بعد شهر من توقيع الجزائر لعقد مع ديفيد كين يوم مفاتيح نوفمبر 2018 جون بولتون أعرب عن إحباطه من طول نزاع الصحراء واستمراره قبل أن يهاجم بعثة المينورثو التي لم يشكك فقط في جدواها بل في وجودها؟